قال لك تلعب الكرة الشانتية الشانتية خسر بجل واحد مع الموزمبيق على دولة شحال 10,000 درهم في السماء في الشهر هادي 10 سنين في الكرة الشاطئية ما دار لنا والو حيدني خد لنا الرملة وصدع لنا الكابينة وما دار لنا والو قال لك رئيس الجامعة الكرة الشاطئية هو ما قفرت حتى في الشانطي على الشاطئ ما عليناش هذاك الحداوي الحاج مصطفى الحداوي خصو عيخته هو خيم مزاوي لعب الكرة لعبتي كرة دورتي فيها فلوسك قريتي ولادك خدمتي وجا وانت ما قلقش وقال لك الممثل ديال اللعابة رئيس رئيس ما عرفتش نقول النقابة النقابة ديال الجوار واش من نقابة تحس الكابة الشقاء ما عليناش دابا نتكلمو الكرة الكرة متي نجيب البالون الاخر قال لي شحالك من البالون يعني ثلاثة نحسب واحد جوج ثلاثة واحد في الدار يا ربع باش عندي الكرة اكثر من اسم هذيك اسم ديك الفرقة اللي كاين لها نا دور تا دور هيل دور متي نا دور نا دور الفتح الرياضي ديال النادور الفتح ديال الرياضي ديال النادور تنشوف اليوم واحد السيد تما تيتكلم في هذا يلا عرفتي وانا بقيت نتصنت لي نشوف اش يقول قال لك اسيدي قال لك اسيدي بان هذاك اسمه هذاك العامل واش قال لك داك اللي تيحكم ديك المدينه ما واش عطيهم المنحه ايوا هادي عامين ما عطاوش المنحه علاش والفريق تيلعب مزيان وغادي يطلع ان شاء الله ودابا محتاجين الفلوس باش يمشيو ديك المدينه اللي جات الداخله غادي يمشيو يلعبوا تما الماتش ايوا في خصهم الطياره ما قالوا لي قال لك الطياره ب 7 مليون لوطيل ب 2 مليون العزيز على الماكله وخصهم يريحوا يومين تما لان ديك اسمها ديك الداخله العب ديال فين جات باش ايوا وهذا واش عطاهم الفلوس هذا العامل الشفار اللي واخد ليهم فلوس مع عباد الله خصو يعطيهم 200 مليون ما عطاهمش 60 مليون ما باش يعطيها لهم الوالي ولا العامل ديال النادور ديك النادور نادور تا دور هيل دور
مدي هذيك النهضور الشفار، انا نقول لك من هنا شوف انا شو مشيت سيرت لي المقدم شحال جيت شدوني تما، انا تنعبر على نفسي في هاد الدوله هادي فهمتي، بانك انت كاين فريق عباد الله خصو يمشي يلعب في الاقاليم الجنوبيه باش تي هادي تيمثل الفوق وغادي يمشي يلعب شي، باش يقولوا بان الكره تشد من الهيه حتى الهيه، من نمشي لطنجة من الناظور حتى الكويره، مش الكويره الداخله، وباش يعطيهم الفلوس الحشومه. وداك اسمو البوعناني، هذاك البوعناني العميل ديال الشرقيه الناحيه الشرقيه ولا الميلوديه ما عندناش، هذيك حتى هو ضرب 180 مليون وما فرقاش عليهم، باش يعطيه شويه يعطيه شويه الفتح الرياضي الناظوري، ويعطيه شويه ديك الاتحاد الرياضي ديال وجده يو اس ام يو اس او دابا هذا دابا كاين جوج مخدرات، كاين المخدرات ديال الرياضه، الى الشعب عنده فينيت لها تسمى مخدرات، الكره الباسكتبول الهاندبول الهوكي هذه مخدرات، الناس تجمع دوك الناس ولا الدراري ما تمشيش تلاحوا لك في البحر يمشيو يقطعوا لا تيبقاو ملاهي مع هذا، وانت حيتو لهم الارض ديال الكيف، دابا حيتو لهم المخدرات الكيف كيف خاتو الديانه وزاره الديانه والجدرميه ودوك هذوك الريافه اللي كاينين في بلجيكا وهولندا، خطو لهم المخدرات وخليتهم بلا فلوس. دابا الرياضه هي المخدرات، الرياضه راه مخدرات، مي تشوف دراري يجوا يلعبوا ويجريو كيديروا واحد النشاط واحد الباص والفريق فريق تيلعب مزيان عباد الله غادي يطلع القسم الثاني ايوا وتحقر لهم. وانت ملي كتسمع الفرقه الهلال ماشي اللي في السماء لا اللي في الارض، فرقه واحد الفرقه ديال الهاندبول حتى هي مسكين ما عطاوها لا فلوس لا والو، وغتمشي تلعب مع الجيش شوف الجيش عند شحال من الملايير، وهاد الفرقه هادي خصهم يمشيو للرباط باش يلعبوا معاهم وما عطاهم والو، هادي ماتش شحال ما عطاهم والو، واحد خدوا لهم الاراضي خرجوا لهم على التنميه كذبوا عليهم قالوا لهم كاين المرسى ما كاين لا مرسى ما كاين لا اوتوروت ما كاين لا جامعه ما كاين لا مستشفى وما كاين لا رياضه. ايوا دابا شي دابا هذا نقول لي حمار ماشي طول هذا حمار، مين انت خرج قول لهم هانتوما راه هذاك شعبو ولا سمو داك وزير الماليه راه ما عطانيش الفلوس ها اللي عندي ها اللي يفسر لهم ولا خونتهم ولا خونتهم ها. شوف تنقول لك من هنايا انت الوالي تقول لي الملك حطني الملك ما حطكش الملك حطك باش تخدم باش تعتني بشعبه العزيز فهمتيني ما فهمتينيش، ولكن دابا نتايا نتوما بحالكم اللي تخلقوا لنا الفوضى في المغرب، تخلقوا الفوضى نتوما ودابا الفرقه الوحيده اللي كاينه في الناظور وما عطيناش فلوس وغادي نمشيو يلعبوا، فدابا الا ما مشاوش للداخل غيديروا لي فورفي ويقولوا ويلي على الفرقه الفوق ما يجيو يلعبوا معاهم، وكيفاش الداخلة يقدروا يجيو للناظور يلعبوا، علاش؟ لان كاين الحديد الفوسفات لا دروغ السمك كاين كلشي تعطيهم الفلوس، وهادو اللي الفوق اللي خدتو لهم الاراضي ديالهم خدتو لهم الكيف وكذبتو عليهم وما عطيناهم والو، علاش؟ الا قلت الا تكلموا غادي تخشيو بالحبس 20 عام لواحد تغطوا عليهم اقليم هادو الريافه دوك علاش بغا الريافه الانفصاليين، الريافه ماشي انفصاليين، الريافه بغاو الثروه ديالهم، اما عطيهم الفلوس ولا عطيهم الكيف، ما قالك والو عطينا سيدي الكيف ديالنا عطينا الاراضي ديالنا حنا ندبرو، راه الاقليم غاني، اقليم الريف راه غاني بالمعادن الحديد ولا شي كلشي عنده والصيد، وكي هما تجيو من التحت تدخلوا كل يوم، درت لهم داك العماري مشى بنا اوتيل في مرميه، هذاك من عبد الله قودها وبغى حقيبه باش يداني عاود ترشح، هذو انتم شفاره كيك السيد عطينا الفلوس وحنا ننجحوكم في الانتخابات، وانتم كتكذبوا عليهم هذا بوعناني، واش هذا بوعناني تو حمار رئيس الجهه واش جاب فك الوجده للناظور سي قول ها ما تاخذش لهم فلوس بعطيهم حقهم عطيهم حقهم ياك قلتي الجهه شناهي الجهه الشرقيه الشماليه ولا مرش رئيس عطيهم فلوسهم انت خدتي فيه عطيتهم الفرقه ديال وجده تحيه لوجده فهمتي انا شوف ماشي ثقيت بكم انت ولكن خصو يقسم معكم
ايوا هذاك ديال الناظر ما عطاه والو، المجهز البديل هنا الملعب، خدتو لي الارض طبي وبعتوها العقار. ايوا هذا واش بدي انا كل مره نجي نتكلم على الفرقه ديال الاسماء، فرقه الفتح الرياضي الناظوري. ايوا شتي ايوا هادشي راه عاقوا بكم، واش راه شوهتوا، راكم شوهتوا، راه الشعب عاق بكم، عقنا بكم. واش بغيتونا كنا نخرجوا البحر؟ لا ما نخرجش البحر، انا هنايا اش نخرج البحر؟ نحل عندي ربيع الجزائر الجزيره، نخرج من هنا ونخرج من هنا ونخرج من بحال بحال كيما عندي فين نمشي، فهمتي؟ ولكن هادوك اللي في المغرب الا بقيتو تحقروا عليهم، واش عباد الله، واش عباد الله قال لك اسمه هذاك 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 المهداوي بديل بديل ما بديل، واش شي مشى وقف واحد الوقفه الاحتجاجيه على داك السيد اللي تيموت اسمه سليمان شي حاجه راسوني واش مالا، شوف جو جو القحب البوليس، البوليس يقول البوليس السيفي يقول الحنوشه، الحنوشه بدي دي دي يطلطوا لي على مرتو تحرش فيها لا بوليس، هذو الخيريه هادي هذو معامله ديال الامن، تيعاملوا المراه بحال كامرا صحفيه، صحفي اللي عندها ورقه ديالها جايه تاي وقف عامله وقفه احتجاجيه فيها تضامن مع داك اسمه سليمان، جاو جاو الحنوشه اللي تحرشوا عليها، شوف هذا القحاب هذا، المهم قال لهم هذا القحاب انت راك اليوم اللي قلنا ناقص 7%، راه اي واحد جبتو تنقول ناقص في 7%، راني ماشي احمق لا اعمم، ولكن باش تحرش لي على مرضي السيد قال لك تحرشوا لي على مرضي، هذا هذا المهداوي دابا 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 ماشي دابا قبيله قبيله بحال بحال قبيله بحال بحال، اما اليوم ما تنشربش باش ما تقولش لي راني سكران، انت ولا سكرت ولا سكرت شحال تخلصوا لي روحوا تقاودوا نسكر ندير اللي عجبني انايا، انايا انا في باري وباري في داري والمغرب في في في, في المغرب في صحرائي، من كيفاش قضيه تقاولوا فهمتي، دابا هذا السيد شادين دابا عام 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 شادينو مازال ما حكموا عليه مازال ما وجدوا ليه الدوزين، ونقولوا هذاك اللي تهمو اللي تهمو اغتصبوا ايوا واش قلبتوا ليه المؤخره ديالو، ولا نقولوا هذا 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 نقولوا زامل هذا اللي قال لك تهم هذا قال لك انك حوم المؤخره ديال، ونقولوا غدا غدا هذا مات، ها المؤخره المؤخره ديال قيحات وديك السيده انتشرت ومات، اش غديروا ليه؟ غديروا ليه هو اللي قتلو؟ اش اش من اش من اش من المحضر غديروا ليه؟ القتل القتل تزك تزك ما نقولوهاش تزكوكي انت ايوا اش تقول هذه ها ودي واش هادين ولا ماشي هادين، وكيما شوف الاخوه المغاربه الا تعرفوا داك الزامل ماشي زامل شنو بروستيتوت شنو هي قحبه بالراجل قحبه لا بروستيتوت بروستيتوت اللي بحال بحال بروستيتوت الراجل المراه بحال بحال هذا كي تعرفوا التصويره ديالو سيتو عليه غير حبك باش نسلم عليه من هنايا من هنايا نسلم عليه هذاك هذاك اللي تهم اللي تهم يمكن يكون بوليسي خدام على البوليس يمكن يكون هذا البوليس اللي هز زوام عليك على الجهاد اللي حل الميكانيك الخيريه كان تيتناكحوا فهمتي كيفاش القضيه ماشي البوليس كلشي كاين بعض علاش علاش عندنا عندك عندنا هذاك القسم قسم القرعه كاين حنا عندنا قسم سيونتيفيك عندنا قسم ديال ديال الجرائم الماليه عندنا وعندنا قسم ديال ديال القرعه هذو البوليس يكونوا مختصين مصورهم وعندهم ديرونجي ديرونجي الكحف فلهذا دابا هذا 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 اسمه سليمان اللي شادينا بعان انا ما نعرفوش قالوا صاحبنا ماشي سوق انايا ولكن عام عام وزعما حكمتوا عليه وهذاك فينا هو هذاك الزامل واش واش برا شويه ولا كيفاش واش جيبوه لينا دابا صوروه لينا ولكن عندك القانون ما تبينوش الفيكتيم واش من الفيكتيم دابا مابقاش فيكتيم دابا هذا وقلبوا لي خصنا نقلبوا واش يمشي يدوز الفيزيتا كل هذا يمكن تكون فيه بحال ولا تكون فيه تكون فيه ديك السيده السيده ادز 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 ولا فيه يكون مقيح ايوا ايوا شكون شكون اللي عارف ايوا مي هذاك شادينو الاخر تما فينا هو ايوا شتي مشيت جبتو زامل من دوك دوك اللي يخدموا معاك وقلت راه يعني بدا نبقى يكون العيال دابا ولا الرجاله ايوا دابا تو كاين التحرش التحرش الجنسي ديال الرجاله وكاين العيال وكاين ديال دوك اسمو ترانس ترانس هاك ديك باش قضيه فهمتي انا ماشي انا تنضم مع اي واحد انا حل عقل فهمتي ولكن تشدو عام عام ما كيما زعما حكمتي عليه ومازال ما وجدي ومازال ما عرفتش شنو هي الجريمه
اطلقوا اطلقوا صراحة اطلقوا فين غادي يهرب؟ فين غادي يهرب عباد الله؟ فين؟ ايوا فين غادي يهرب؟ غادي يهرب غادي يهرب السبتة؟ السبتة زيروها انا مش لقيا واحد 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 اسمه واحد ما عرفش ديك انا احد قلت لكم ديك الكسيده ما قلتش لكم ولكن قال لكم ديك اسمه اللي في اللي في اللي في هذيك الدوله ديال الزعلوله قلت لكم تصاور ديك الصاور شنو شحال هذه اللي قلت لكم اللي تقلبوا شي القصر بالبود فايزا ومع ديك كورونا ديك شفتي وعلى خاطر دابا قالوا الناس ديك الطوبيله ديال ديك رئيس الحزب ديال العصاره والدساره عبد اللطيف الوهبي كان مقصر ايوا ايوا دابا درينك اند درايف عيب ولكن دابا خصنا نعرفوا واش البوليس دابا غادي يعملوا شي تشارجز واش غادي يوجهوا العداله النازيه ولا ما غادي يوجهوش ولا غادي يزيد مصور ياك شتو الطوموبيل كيفاش راه وراها لكم هذاك شتو الطوموبيل كي ولات مغرب هذا ايوا دابا بين الامن رجال الامن يشوفوا واش غادي يدوزوا للمحكمه ولا ما يدوزوش كون كان هنا في الانجليز كون دير بوم ويستقل يستقل من المنصب ديال الحزب ديالو ولا الحزب تيجري عليه يقول سير تسالي القضيه الا خرجتي قلتي غنبقى ما خرجوك ارجع ايوا هو شتي هذا عبد الطيب وابي على ما قالو هما المشتوقين انا ما كنتش تما انا ما نبغيش ناخذ التقليد منين لان كتافي هود شويه منين بالكذوب فينا فينا تكلم دابا دابا شوف عباد الله دابا جاتني واحد التصويره جاتني واحد التصويره يا خويا لا وحده قالت لي علاش ما سلمتيش عاود سلمت عليه اختي سلمت عليه سلمت عليه ادم الزارة سلمنا عليه جوج 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 يومين يومين قبل يومين قبل والله العظيم دابا هادي الناس يكتبوا ليا و متعرفش من عرفش اسمو دابا كاين واحد الوقفة قبيلة واحد الوقفة قدام ديك تعرف ديك البرنوسي ديك البرنوسي مسكين حاكر على ديك البرنوسي بيير نوسي مانيش فين جا جا حتى عين السبع لا فوق هذا الناس عم يحتاجو السيدة مسكينة مشات غير باش تعمل واحد العملية ديال النصرانة الزايدة والنصرانة الزايدة أي واحد يديرها من دي سهلة دخلت تما سيدي داك اسمو انا سيدي ذاك الجبان البناج عطاها اوفر دوز ايوا هيت مابقاش هادي تما يقول حقا راه غادي هادي ويمشيو شي عباد الله المصران الزينه تيعملوها انايا دخل وتخرجك الساعه ايوا وداك اللي عمل العمليه ولد مولشي ولد مولشي واخا ماشي طبيب قلت يقول لك اللعبه تبع حرفه بوك يغلبوك ايوا شتي ها هو في البرنوسي بين عين السبع والبرنوسي تما كلينيك كاين كلينيك واحد عندهم اربعه ندير جاو لهذا هما فوق 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 هذا هو السيد عندها باقي لها الله مسكين دخلت الجامعه الا دخلت الجامعه مسكين باقي لها المستقبل قدامها وقتلوها وبقى شاديه تما 14 يوم باش يحسبوا عليهم قال لهم راه 13 مليون وديوها الغفران لا قال احنا ما نديوش الغفران خصنا ترشيح تشريح قال لهم خصنا نجيو الناس يقلبوا باش مات كيفاش مات ايوا دابا هذا البناج هذا البناج ما يعرفوش البناج البناج انا عارفين بلاش يصور الفلوس ولكن خصو يكون دواء هذا راه حتى هي حرفه ديال الطب خصو يعرف كيفاش يعمل لك البنج هو متي قاتي تضحكوا على عباد الله انت دير لانك اللوبي 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 ديك القحاب محمين عمرك شي طبيب تحكم عليه في الحبس وريني 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 القاضي اللي حكم عليه باش نقول له شكرا انت الله 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 يسمح لينا يسمح لينا الله يسمح لنا الله يسمح لنا صافي قبيله تنشوف واحد الفيديو لا بغيت ديك الفيديو ديال داك اسمه ديال بحال كاميرا خفيه هذا واحد ثلاث دراري وقلب في قنيطره مشاو تي ثلاثه مع جوج هما جوج ثلاثه بهم مشاو تي داروا لك الجيله وبيدي راسهم كارديان وبيدو هذوك كان كارديان واحد وشويه تجي واحد الجماعه ديال كارديان واحد هز معاهم موس هما تيضحكوا
هو قال برانك هذه يعني مابقاش ضحك ما عليناش. قال لي احنا غارديان، قال لي انت غارديان تمشي ولا نخسرك. وجبد الموس الغارديان، ثلاثه الغارديان تاعي والله الزنقه فيها من هنا لهيه كاين فيها ثلاثه اه، وواحد فيهم هز الموس باش عاودتو، واحد ما عنده حتى شي ورقه هذا ايوا. ودابا هذاك الفيديو خصهم يدوزوه للبوليس، يدوزوه للبوليس. هاد الغارديان راه الغارديان مجرمين، راه عصابه هادشي في قنيطره. هو كاين قنيطره معروفه منين هذاك رئيس المجلس هذاك داك الفلاشه داك الرباح، هذاك الرباح هو الشفار الكبير. اليوم يكون رئيس المدينه شفار، ايوا تا الغارديان راه شفاره. هادي قنيطره خرجوا عليها، خرجوا عليها بلاد الميريكان ملي خرجوا عليها ها الغارديان. ودابا انا بغيت دوك الدراري ما شي واحد راه كاين في الفيديو واحد جوج يعملوا هذاك شنو تعمل لك البرانك تي بحال الكاميرا الخفيه. ايوا والاخرين الغارديان جبدوا عليهم الموس، ايوا الغارديان هز معاه الموس باش يجبد التليفون عيد البوليس، جبد عليهم قال سير نشرطك. وجاب الله ما شرطوش، ايوا كون شرطو جاي يضحك مع هذا. ولكن انا بغيت داك الفيديو يعطيوه للبوليس، والبوليس خصهم يشدوه. ها يعني كلشي ها كلشي ديكوم ها ها الفيديو ها. ولا تقول لي علاش صورتيه داك الشيء، تقول كيفكم مزيان راه لاكارت ريح ليه تسنى يلاه سير عند الشاف او تيقمعو فيك علاش صورتيه عشتي. هذا هو الكلام ديال هذوك الحقاره اللي كاينين في الكوميساريه باش يقول لي شكرا ريح معنا هذا سمح لي لا التليفون ديالك نمشي نسجلو داك نسجلو عندنا وهاك التليفون ديالك. لا دابا البوليس خصهم دابا البوليس بغا يخدموا هالخدمة ماشي يبقى تابع ليا واحد تابع ليا صحافية بامرأة مجوجة وتجي تصيدها علاش تهد البسالة هادي فهمتي. بلا نشوف قالك هداك دوك الصحافة صحافة ولا دوك لي خدامين لي خدامين معاه خدمش خدامين في فام ماروك ميزون نساء المغرب. واخنوش قال نتوما ما خدامش معايا، نتوما غير متعاونين باش ما يخلصهمش. الناس خدامين معاه عام وزياده، ودابا قال لهم نتوما ما راكم خدامينش معايا. هادو اخنوش قال لهاد الناس، قال لك واحد علاش يقول لي سقرام علاش يقول الشلح. ما قال لي شلح ورا الشلح راه شلح، انا راني شلح فهمتي. واش فيها فيها قول لي شلح قول لي سكيري قول لي سوقي فهمتي. ايوا انت تشوف ايوا ندي انا ما فهمش اش واقع، ما فهمش واقع. نشوف واحد السيد قالك عنده شي واحد درب طليان المهداوي غادي على من التحرش على زوجته هذا واحد يقول لي ادريس ديبا ديب ولا ديبا واش هو مرا ولا راجل. ادريس ديبا ايوا هذا اسميه ادريس ديال ديبا ولد درب طالي. عرفتيش نقول لك راح تقول سي تخدم على كرك الله يرحمك تسد عليك الري. قال لك سلم عليه في تنعرفك تنعرفك انايا ادريس ديبا ولد درب طالي تحيه. يلا عاود كرك ورك وعاود كرك الله يا مسكين اسمه هو هذاك ولد درب طاليان ولد درب طاليان قول لي وراك وعاود كرك حنا قلنا ليه ايوا عرفتي شكون نتكلمو. قال لك الزروالي مضرب مع قناة محجوبة محبوبة على الفلوس. شوف هذا الزروالي مازال يدار معايا عباد الله دوز عامل الحبس ومازال خارج يدار مع قناة محبوبة على هذا على الفلوس يقول لهم عاونونا ديها شتي بعشرة مالين نعم. اليوم القنصلية السيمانة اللي فات كانوا مراد كانوا سادين القنصلية جوج سيمانات علاش قالك حكا فيهم كورونا كوفيد مالناش. اليوم حلو وتشوف واحد الصف عرفتي من الليل في بروكسل عرفتي نقول بحكاك عرفتي الزحام المغاربة الزحام ايوا فينا هو التفرق وفينا هو هذا هما ملي كانوا فيهم كورونا سدوا القنصلية جوج سيمانات ومني حلوها خلو بني عمهم على برا مزاحمين تيدوزو كورونا بعيدهم. ايوا شوف ودابا هاد الناس هادو يدير هاد الزحام واش يديرو هاد المغاربة هادو
اللي خليته الاخر ساعه هادو يجيو هادو هما اللي تيقاولوا على كرم، هادو هما السبب هاد الجاليه اللي دايرين الصف قدام القنصليه ديال الليل. الليل عطيني جات الليل، ماشي الليل الليل والنهار، لا هادي واحد الليل بحال كنتي غادي بروكسل من الانجليز، داك التران تيوقف الليل ومن الليل تيعمل بروكسل، اه داك القطار السريع ماشي البراخ ولا البخا، لا 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 هذا اسمه ماشي اسمك التران اللي هنايا والله ما عارف دين مولا. ايوا شوف على شوها دابا، ماشي على دولة، على شوها القنصلية المغربية. نشوف خرج تصاور واحد الدري سيطر لي على واحد لابليكاسيون، ديك لابليكاسيون هنا خصني ندخل هنايا ونضرب هنايا وندخل ونخرج هنا، هذا نشوف نلقى هنايا بدا نشوف وراني ولدي كيفاش دير لها، قال لي دير برك على هذه شوف هايا اغري زيد اوكي هاي تعمر راجي وين يو فين لوغين ما هي ما فين ما عرف كيف تخرج لي ولا هادي فين هي واش على هما جوج سيمانه سادينا جاش كينزعب لان قالك فيهم عرفتي ذوك المغاربه مزاحمين بحال عندنا في القنصليه، ولكن القنصليه ما فيهاش بزاف الناس وكان منظمين حتى الانجليز ملي تجمعو تما ديك ياكلو وتجي مع الصباح اللي يبوس فيه من الحنق للحنق يعطيك داك الشيء ديال المغرب، هذوك لي بيستوني اللي مسيطرهم العداله والتنميه مسيطرهم القنصليات القحط زعما خدام في المقاطعه ملي كلا كلمه تجمع مع المناخ ديال هادي غادي يبقى عنده عقليه تربيه تما تجي تاكل طنجيه تجي تغدى ويلي هادو في فرنسا غنمشي نتغدى مع 12 تسحب راسو في المغرب، ولكن هذيك فرنسا حيدوا الغدا مع 12 وهما تيجيو يطبقوه في فرنسا فهمتي، انا ماشي سوقيه ماشي سوقيه ها هي ما بغاوش هما يطوروا هي طور ديال المهنه كاع انا ما خسر والو فهمتي نشوف اش كاين هنايا صافي هو هذا ما كاين والو قال لك صافي هادشي اللي كاين يعني نكتبوا لي شي حاجه هنايا صافي هو هذا واحد كلمنا على وهبي والكسيده ديالو والناس ديال قرسيب، تحيه للناس ديال قرسيب، تحيه من هنا ولا من هنا تحيه لكم وتحيه لكل الناس ديال السعيديه السعيديه وجده الناس ديال وجده الله يعمرها دوك الناس ديال وجده وجده مين كان وجده فيها الداي هو الجول كيبر بكري قدا وجده الاول ولا الزبل حاجه خرجوا عليهم قهروهم بالمساجد قهروهم بالمساجد المساجد ما كاين تعظيم ديك وجده دي ها زنقه ها مسجد ها زنقه ما كاين لا مارشي ما كاين والو مالو دوك جوج خوت الحجيرات خرجوا عليهم قال لي واحد هرب لكندا يهرب خلاو خرج كانوا يشدوه حكموا عليه معاهم خلاوه خارج وهرب على ما قالوا هما انا مش توقف الحجيرات جوج حجيرات كانوا هادو شفار هو هادشي هادشي اللي كاين ديك مونا قالت لك هادوك صحاب البوليساريو غادي يضحكوا معاها ايوا ايوا كون قتلوك يضحك ما كاينش يضحك مع البوليساريو ها هذا بغيت يضحكوا مع هذا اسمه مزرويطه هو اللي تعرف لهم حنا ما حناش اللي نمشي السوق معاك ولا هذا غنمشي بحال هادي قبل ما يتحرك لي التليفون اسمو هذا صافي هو هذا نشوفو هذا تكلمنا على السليماني تكلم نطلبوا ليه الصراحه بديت نطلبوا يخرجوه قبل ما يموت راه عيب عليكم واش دير وشكون تيخرج عرفتي شكون الناطق الرسمي ديال الحكومه هو داك الصحراوي المندوب ديال السجن هذاك ديما تيخرج ديما تيخرج بالبلاغات يتكلم باسم الدوله بحال هو الوزير الاول بحال هو وزير الدفاع ماشي وزير الدفاع ما عندناش الدفاع وزير العدل بحال هو رئيس الحقوق يعني فيه كل شيء هذاك ديال الحبس تيخرج بلاغ من المندوبية السامية ديال السجون العامرة اللي فيها التعليم هذاك خرج من الحبس قلت تهلاو فيا اش هلاو فيك تهلاو فيك اش هلاو فيك الاخرين ما تهلاوش فيهم قالي غنمشي بحالتي الله يرحم باكم يلا 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 هو الرقم على الكراسي تحية كراسي تحية السي خليل اش طيب لي العشاء اليوم ها تخربق علينا ديك الكامينة مني
اجي معكم فرنسا حلوا لكم الباب ولا مازال ما حلوا لكم الباب؟ احنا قال لنا هذا ما تمشيش عندكم، قال لنا ما نمشيش عندكم انتم الطليان ولا ما الله يخلص لها. وتكلم مع بوريس ما قلت والو، قال لك ما تمشوا فين والو، اسبانيا حلوا البيبان، قال لي ما تمشيش عند دوك الصباليون دي. وي ار وي ويلكم اور فريند فروم انجلاند، القعد فريند تبعنا تبعنا فلوسنا اسبانيا. هذا بوريس قال لهم ما تمشوا، يعني قال لهم سيروا لتركيا، لكن تركيا استدل علينا قال لك ما بغيت حتى شي واحد. فهمتي هذيك تركيا تاع عام الكورونا علاش جات؟ لان دابا الصباح النهار كله مبكي على الكباب وتياكلوا في الزنقه شي حدا شي، فهمتي بحال عندنا هنايا في براتفر. براتفر ثاني رجعت فيها كورونا، كورونا الهنديه، وديك الناحيه عامر بلود الباكستان تيعيشوا تيعيشوا بحال المغاربه في صوت لندن. وديك المدينه اللي حدا المطار حتى هي فيها كورونا، كورونا الهنديه، علاش كاين الهنود تما علاش جات والمغاربه تما؟ ايوا غادي تما تيتزاحموا في السوق، تيتزاحموا في السوق واش جات فيهم كورونا تا هما. ايوا دابا قال ثاني غادي دابا غادي يعمل لوك داون ديال الجهات، كل جهه يعمل قانون بوحدها. دابا ديك بولتون، بولتون وبلاك بيرن في كاين هنود باكستان تما. قال لهم قال لهم داك اسمه داك خليل، خليل 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 ما عرفتش تيعيش في هذيك حدا باريس. قال لك كان في اولغا، اولغا نتكلم على هذيك ديك الزنقه اللي فيها لي ريستورون هذيك ديال الهنود. بريك لاين هذه زنقه عامره بلي ريستورون ديال الهنود والباكستان. بكري كانوا فيها الهنود، واليهود ترفعوا مشاو دخلوا هادو الباكستان وبنغلاديش. هاديك على الزنقة نعرف انا باقا خاوية، كانوا فيها غير الهنود الخياطة وهذا وهذا فهمتي، ولي بولوني، لي بولوني ديال لاكير مونديال، البريميير دوزيام كير مونديال فهمتي. هادا نقولك انا كان تي في اول كايز اذا تما فين تيدو المغاربة يغسلوا ليهم. كاين تما كاين داك لندن هوسبيتال، كاين واحد الجامعة تما تما تيغسلوا المغاربة، تما تيموتو تيغسلوهم تما. وعطيت سيتهم بالكاميو باش يخنازو في المطار. معليش فين كنا هنايا؟ انا غادي نصفر عليكم ونمشي بحال هادي، حيت كنا نلعب كرة. تجي معايا انا اونترينا، ندي معايا شي شهادة. قالوا لي خاص تمشي لانكاليزي، ديك ديال اليوتيوب، قال لي خاص تمشي لانكاليزي في القنصلية. ومنين ضربت التليفون قال لي لا، خاص تمشي لباريس، امشي لباريس، تمشي لبروكسل باش دير شهادة عدلية. وهما بحال قال لي زيد مابقاش لي انجليزاتيو تمشي على العدول، خصني نمشي انا من هنايا حتى لبروكسل باش نشوف العدول ونوريه الشهاده ويتصور معها ويعمل لي هذاك هذا، اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. هذه ديال اليوتيوب غادي خصني انجليزيها، بحال من ندير معايا المغرب باش نوريها للكوميسيريه في عكاش، في عكاش نوريها لهم نقول لهم هذه هذه الشهادة هي دخلت لي عندكم. نقول يعلقوها في السيلول فهمتي. قال لك يشدوك المغرب، إيوا هما شادين هنا عاد نمشي للمغرب. أنا دوز عام وربع شهور هنا فهمتي، عام وبلا معقلة. وعلاش؟ لأن عندي جميع ديال مو هاد المراكي ديما تيخوني الحمصة، حنا مكاينش عندنا مو الحمص باش نشري شوية الحمص نحطو لي ياكلو. Your last order at the bar, please. Your last order. زعما كاين هذا هو التوني الاخر فهمتي، لا بغيت عمر عمر. اش قلتي نتايا؟ لا ميم شوز؟ اخا مراك ياخذ معنا الفلوس قبل ما ننسى فهمتي، حتى يدوخوني هما بعضياتهم وانا نقول واخا تنسى، اللهم ناخذ الفلوس دابا نديرهم جيبي بلا ما نديرو في لاكيس باش نعقل عليهم بان راني ختم وما درتوش في لاكيس فهمتي، باش المعلم ما ياخذ. علاش؟ فين كنا؟ هنا في القهوة، الشفارة، كلشي. الله يطيرني فهمتي، هو هذا صافي. مشي انا غادي، انا خارج. Ladies and gentlemen, finish your drink and piss off please. وهو هذا اخوان المغاربه، ورك وعاد الكرك، وما تنساش تشارك في القناه، ابوني، سبسكرايب، شير، بارطاجي، فريقو، اعمل لايك واعمل ديسلايك ولا عمل داك ام، ولا كنتي داك اسمه الروبو. قال لي واحد، قال لي الروبو اللي شافك تتكمي ولا شافك تتسكر ولا شافك اسمه مخدم موسيقى تي 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 يحرقوا لك الفيديو.
قال لي واحد مسكين قال لي صافي واش هذا الروبو مسلم غادي يسلمني معاه واش اليوتيوب فيها المسلمين ولا لا؟ قال لي لا، الا شافك تسكر تتكمي مخدم موسيقى يحرق لك هذا. قال لي واحد الاخ كتب لي في هذاك الكومونتير، ما لقيتهاش حنا اش القرا اللي قرا لي هذا هو هذا المبروك، حتى هو اللي المكلف بقراءه لي كومونتير. وانا ما قلت واحد ما تسلم عليهم اخويا، سلمت عليكم كلكم، واش بقى نسلم واش نخدم واش هذا بيرو 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 سلم عليا هذا نسلم عليكم وانت بدا الدخول نسلم عليكم. صافي كتب على البرنوسي مساحه خاصه 13 مليون اعطينا 13 مليون واللي عمل ليها العمليه ابن صاحب المساحه والبناج والقحبه ما عرفينها هو ايوا كونسيلا دي ليل دي ماروك اليلا هذا شوف نقرا لكم بالعربيه. السلام سي حسان، هذا الفيديو اليوم 25 مي 2021 من الكونسيلا ديال الماروك في ليل ولا القحاب، مخلين الناس على برا، ما بغاوش يزيدوا يدخلوا الناس. لا سيمين اللي فاتت سدوا 14 يوم 14 جور باسكو كان عندهم كوفيد، واخا ما عنيناش وما علموش الناس جايين من النواحي، جايين من النواحي. وفي المغرب شنو يديروا مع القحاب؟ ماشي تمشي اي سفاره وتقري في غيرها، لا تيقول لك سير على المقاطعه، دير لهم بحال المقاطعات في ديك باري فرونسي. ما كاينش كل دابا كاين شي درب خصك تمشي للقنصليه تحكم عليك، ماشي تقول انا نمشي لباريس ندير حجه زياره ونمشي لباريس، لا تقول لا سير عند مارساي ولا سير عند اسمك الدوله اللي تحت بوردو ولا شي حاجه. ولا سير تحكم عليهم دير لهم ديك العقليه المغربيه. المغرب ما تعرفوش لان هما لو يقول لك انايا انا نبقى مغربي نبقى مغربي، دير الباسبور فرنسا ودور ديال المهم ما عليهاش، خليهم يمشي بحال صافي. الاخوه ما تنساوش تشاركوا في القناه وراكم عاد لكركم دي هو هادشي اللي كاين. الاخوه بسلام عليكم من هاد الجهه وبسلام عليكم من هاد الجهه. ودابا اش وقع في الكره الشاطئيه ولا الكره الشانطيه ولا الدولي سير بحالك بعد من الكره، سير خذ تقاعد واش حاط عمرك بحال هاك في عمرك وقيله شي 60 ايوا بارك عليك سير 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 شبعتي بركه من الحس. لي ماتش ميكون وتخسري مع الموزمبيق، فيش هاد الموزمبيق الدري فين؟ قال لي في افريقيا. شنو هو؟ قال لي كانت مستعمره برتقازيه، كانت برتقازيه عبروا تعرف واحد اوزوبيو من تما اوزوبيو شكون تعقل اوزوبيو وطوطو داك الشيء من تاع 76 66 لاكوب دي مون ماكا وكان بريمي ميتو اوزوبيو كحل يمانيش. هو مع السلامه وعاود كرك.